على امتداد سنوات طوال ظل الدكتور دو يشارك بكل نشاط في مختلف الأنشطة الرامية لتعزيز التبادل الثقافي بين وفيتنام. وفي عام 2014 ألف مع عدد من الخبراء من البلدين كتابا يحمل عنوان التبادل الثقافي سيكون أساسا لتوطيد العلاقات بين فيتنام والصين. وفيه شرح أهمية العلاقات الثقافية بين البلدين، وقال دو أن تعزيز التبادلات الثقافية بين الجانبين مهم جدا لأنها قادرة على تعميق التفاهم والثقة بين شعبي البلدين. التبادلات الثقافية وتبادلات إنسانية مهمة جدا، علينا أن نتبادل الخبرات والإنجازات في عملية الإصلاح والانفتاح، لأن هذه التبادلات ستعمق التفاهم والثقة بين الشعبي البلدين. وبمناسبة زيارة الرئيس الصيني إلى فيتنام، قال الدكتور دو إنه يتطلع إلى المزيد من التبادلات الثقافية بين البلدين، وخاصة التبادلات الشبابية، مضيفا أن علاقات الصداقة بين فيتنام والصين التي أنشأها الجيل القديم من قادة الدولتين أصبحت ثروة نفيسة وبحاجة لتناقلها إلى الشباب بصورة تدريجية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن مجالات التبادلات الثقافية المستقبلية بين الصين وفيتنام شاسعة جدا. لأن الشباب أسياد مستقبل في البلدين، لذلك ينبغي أن ننظم دائما الأنشطة ونقوم بتوزيع مجال المشاركة فيها من أجل زيادة التفاهم والثقة المتبادلين.